أول يوم في الجامعة دورت على ناس زيي، ناس أفهمهم ويفهموني. النهاردة مش أسعد يوم في حياتي عشان لقيت شغل، لا، عشان لقيت ناس تقدر اللي أنا بعمله. كام فكرة بنفكر فيها وبنتحمس ليها وعشان ما بيتسلطش عليها الأضواء، بوم، بيكون مصيرها كده. هو عموما هو التوك عن الحصر عن الحدود. يحكيكم حاجة، كان لما كان في حديث العصر والأوان، بنوتة اتولدت في عصر شباب النيل. أنا كل ما أسمع عن الإبداع فكرت إن هو في يعني الحل أو التعريف البسيط أو الإبداع هو إنك تفكر في رسم. محمد إيه اللي بقى دكتور محترم؟ اللي ياخد 8 فرص في وش السنين، اللي بقى بطاقي ومطلوب القطع. دي كانت كلنا واحنا صغيرين، لأن زمان واحنا صغيرين كانوا دايماً بيخوفوا. لازم نوسع مداركنا ونجهز نفسنا بكل وسيلة تقدر تساعدنا. الجامعة مش المكان اللي هنتجوز منه، الجامعة المكان اللي هنستغله عشان نتعلم صح. المشاكل اللي بتحصل في أي علاقات بتبقى حلها حاجة من الاثنين. حبيت الإكس جداً جداً تقريباً إحنا كمان بنتأثر بكل حاجة بعد كده. هدير بتضحك وانا مزقت نفسي عم ضحك بالعافية. تمام، ما تخلوش تضحك. طيب خلاص.